سواد في زيارة للأخ الصديق أسامة حماد أبو حماد. طبعا قبل ما أسأله أي سؤال، معروف أنه سلواد منذ سنوات تتعرض إلى مكروهة صحية واعتداء على منطقة وادي الزيتون ووادي البلاط، وفي نية في المنطقة التي تعلو في نصبية تعلو هذه المنطقة لإنشاء حي لأهل الكرامة لأسرانا الكرام. فطبعا هذه تؤذي السكان اللي هيقيموا هناك، فالبلدية مشكورة حاولت بجهودها إزالة هذه المكروهة وخاطبت السلطات المختصة في هذا. الآن نتعرف من الأخ والصديق أسامة حماد أبو حماد على الخطوات اللي قاموا فيها أو تسلسل هذه الأحداث. الآن نقف مع الأخ والصديق أسامة حماد على ما قامت به البلدية تجاه هذه المشكلة أو المكروهة الصحية والجهات اللي خاطبوها لإزالة هذه المكروهة. تفضل أخوي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إخواني، هذه المكروهة الصحية ناتجة عن مجال مخيم الجهزون وعين سينيا وجفنة ودر القرع، وأيضا حديثا تنساب إليها مجاري بلدة بير زيت. الحقيقة سببت مشكلة لكل أصحاب الأراضي بمنطقة وادي الزيتون حتى نهاية وادي البلاط. ثانيا، تم التواصل مع وزارة الأشغال قبل سنتين وخرجوا إلى المعاينة والتصوير، وكانت يعني فقط ما تلقيناه من وزارة الأشغال أنه وعود بعمل محطة تكرير لهذه المنطقة. كنا نطلب فقط في البداية أن تكون هذه خلال أنابيب حتى تمكن أصحاب الأراضي من دخول إلى أراضيهم. لم يحدث ذلك. جاءت هيئات دولية، منظمات دولية GIZ، وجاءوا وعقدوا عدة اجتماعات مع البلدية من أجل المعالجة. كنا نرى بس وعود ولم نرى التنفيذ. اجتمعنا مع سلطة المياه، أولاً أول اجتماع تم في بلدة جفنة، ثاني اجتماع تم قبل أسبوعين في بلدية بير زيت، وكانت الوعود بإنشاء محطة التكرير لهذه المياه وعمل أنابيب أيضاً للنقل، أنابيب ناقلة على أن تقوم إنشاء محطة تكرير بمساحة أرض 22 دونم، يتم شراء هذه الأرض من أصحاب الأراضي في تلك المنطقة على حساب البلديات المحيطة. لكن حتى هذه اللحظة نتعامل مع دوائر سلطة فلسطينية بوعود. حتى كان الاجتماع الأخير في بلدية بير زيت مع المانح GIZ الألماني، فمندوبة الصندوق الألماني تقول نحن في نهاية عهد أنجيلا ماركل ولا يوجد الآن في الخزينة ما نستطيع، خزينة الصندوق ما نستطيع أن نوافي بتوفير هذه المحطة المكلفة لغاية 32 مليون يورو. الآن نعول على مجيء حكومة جديدة بعد ميركل حتى نستطيع مساعدتكم. إذا نحن من سنوات ونحن نتلقى وعود من الدول المانحة، لأن السلطة كما تقول ليس بإمكانها حتى تمديد هذه الأنابيب، كلها بانتظار مشاريع من دول مانحة. ونحن يا إخوان نعاني من هذه المشكلة معاناة شديدة، بمعنى أن أصحاب الأراضي هم الذين يعانون في الذهاب إلى حراثة أرضهم وجني المحصول منها، لكن بانتظار ما نتلقاه من وعود من سلطتنا الفلسطينية بالحصول على منح من الدول المانحة ومكانك رابع. حتى الآن نأمل أن يتم في القريب كما وعدونا إنشاء هذه المحطة حتى نستطيع أن نحول هذه المياه إلى مياه صالحة لسقاية الأراضي وسقاية الزيتون
وحتى أصحاب هذه الأرض استصلحوا أرضهم في تلك المنطقة من نواتج هذه المحطة. كمان يعني احنا مش ملاحظين حتى مرات احنا بنهدد بسد هذا الخط المجاري الذهبي الى اراضي البلده، لكن احنا في هذا السد ممكن نحول هذه المكرهه الى البلدات التي يعني مجاريها تصل الينا، ومؤملين ان نكون وعد الجي اي زد الصندوق الالماني ان يكون وعدا صادقا أن تتم إنشاء هذه المحطة في القريب، ونتأمل أن تكون أيضا من خلال المجلس البلدي القادم أن نكون له خطوات مؤثرة باتجاه إنشاء هذه المحطة مع دوائر السلطة الفلسطينية. يعني كملوا الرسالة، إكمال المسيرة ما بدأناه من سنوات، أن يتم من خلال المجلس البلدي القادم أن يكون بإكمال ما بدأناه بالتواصل مع دوائر السلطة يعني من أجل إتمام هذا المشروع. مجرى الواد ببلش بعد البنايات اللي في عين سينيا. مجرى هو موجود هناك مسقوف في أنابيب. مسقوف في أنابيب. لأنه حتى نكون صادقين هناك كان متأثرين من الناس الواصلين. عشان هيك. لذلك سقفت بأنابيب. إحنا يعني أيضا على أقل ما يعني اللي بنطالبه على الأقل أن تسقف هذه المجاري بأنابيب. حتى تمكن أصحاب الأراضي من الذهاب إلى أرضهم وأيضاً لحراستها وكذلك. يعني هي ممكن تسقف لما بعد واد البلاط. واد البلاط. ويعمل نقطة تجميع في. في النهاية وتعمل المحطة هناك على أساس تخدم. المقترح أن تكون المحطة بداية واد الزيتون حتى يتم استثمار ما ينتج منها من مياه لأصحاب الأراضي، لأن الناتج بيكون مياه نظيفة صالحة لسقي المزروعات والأشجار. طيب. فهي الاحتمال أن تكون في بداية وادي الزيتون. يعني عند الدوار قصدك؟ بعد الدوار بقليل. بقليل. حتى يتم استثمار. طيب. نواتج المياه النظيفة التي تنتج منها من أجل سقاية الأرض واستصلاحها. سؤال ثاني، يعني هل سلواد راح تنمد منها أنابيب إلى هذه المحطة؟ المشروع إن المشروع المؤمل القادم إنه يعني لما قالوا هم 32 مليون يورو في أول اجتماع مع صندوق الجي آي زد قالوا ثمن المحطة، هذا تكاليف المحطة، فكان هناك مهندس من سلطة المياه قال طب شو بدهم يستفيدوا القرى المجاورة أو البلدات المجاورة إذا ما كان لهم خطوط مشبوكة، فقال ضيفوا كمان 12 مليون يورو من أجل أنه يكون مشروع شبكي من سلواد، يعني يعمل عمليات تأهيل وحفر في داخل شوارع سلواد لشبكة مجاري موجودة. 12 مليون مش إنا لحالنا، أيضا لبلدات أخرى من أجل شبكة مجاري سلواد تصل إلى هذه المحطة. يعني كالوعود هكذا هذه الوعود، إنه احنا أيضا سيتم شبك بلدة سلواد مع هذا المشروع، لأن احنا متضررين أولا، يعني احنا المتضررين رقم واحد من أصحاب الأراضي هذه المناطق اللي هي أراضي سلواد. أراضي سلواد والمجاري مش لسلواد، أهالي عطارة مع الدعاء لعطارة إن هذا حوض طريفين إن لأهل عطارة، لكن هو حقيقة من أحواض سلواد، ولو أنه مسجل في أراضي عطارة، يعني بس هو لسلواد حقيقة لأهل سلواد. ما أنا بعرف أنك تمتد لعيون السقي. نعم. أراضي سلواد كانت تمتد لعيون السقي، وجدي رحمة الله عليه، جدي لأمي. نعم. صالح دروية. نعم. كان له أراضي في السقي. نعم. في كثير ناس من بلدنا. نعم. يعني ممكن هذا حوض طريفين مسجل في بلدية عطار. لكن أصحاب الملك. أصحاب الملك. سلام. أهل سلواد. أهل سلواد. وحتى تصل لبيوت عطارة يمكن. حتى تصل سلوة. إلى حدود بلد. إحنا محاذين لكل البلدات. نفس الشيء في سحويل الجرجلية. مسجلة. نعم. في الجرجلية. لكن لا أهالي سلواد. لا أهالي سلواد. نعم صحيح. يا سيدي نأمل إن هذا المشروع يتم استكماله من خلال المجلس البلدي القادم، وإن شاء الله هو سيكون مجلس واعد وهمة شباب
ان شاء الله عندهم همه اعلى من همتنا احنا بجوز كبرنا. ختيارنا ختيارنا ان شاء الله همه الشباب القادمه تكون همه بدنا نسميها همه فولاذيه مش حديديه بس ان شاء الله تكون عندهم همه وقدره على قياده الموضوع والمواجهه والمواجهة. جزاك الله خير أخوي محمد. الله. ونتمنى التواصل معك دائما. وبارك الله فيك ونتمنى نجاحكم في هذا المشروع ومشاريع الأخرى. حياك الله.